فلولا أن الجنة أمرها كبير ونعيمها عظيم وهي الهم الأكبر للمؤمنين ما كان يبشر الرسول الصحابة بها، بل كان يبشر بها شيء يا إنسان. لا، الجنة فيها ما فيها، فيها ما تعرف وما لا تعرف. ايش بتعرف؟ قال كل شيء. قال له لا، ما صد لك كل شيء لسه، بعض الشيء. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل في الصحيحين، اصلا الحديث وارد الصحيحين نصا، قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت معلوماتك تسمع الشيء تفهم شيء منه، ترى شيء تستند الشيء، قال لا رأى ولا سمع، لكن بخطر على قلبه أشياء، بخطر بتصور كذا 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 وبضخم، بتصور انه هذا كذا وعالم كذا، تصورات وقلوب كبر وكبر 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 وكبر. قل له هاي معلومات. قال ايه؟ قل له في الجنة ما لا عين رأت، لا انت ولا غيرك فيما حدا شافه، ولا اذن سمعت فيه، لا من اولين ولا من اخرين، ولا خطر على قلب بشر. مهما خطرت انت وغيرك على قلبك وصورت الجنة هكذا وهكذا واعظم من كذا وهكذا، الامر اعظم بكثير. خلاص، اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونسألك الجنة مرافقة لسيدنا رسول الله.